بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاب كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين فتاوى أركان الإسلام والإيمان حتى ملسن النغربة إنا زلنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. شيخ محمد بن صالح العثيمين كم زتائلهم تحتيتهم، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن الشهادتين بزعبة كلتا مسكرنة لا إله إلا الله محمد رسول الله بزعبة قلتنا زبل تحتيتهم. الجواب بل الشهادتان تنكلتا مسكرنة كنبل كلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله زي عند حزائن هما مفتاح الإسلام. نسان يندماني تنقل في تنمفتحنا إسلامنا، ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهما. ناب إسلامنا حدا سبك أتوايك إلينيو إلا بزن كلتا مسكرنا تزي كوينو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كمونا برواية البخاري ومسلم زركب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نمعاذ بن جبل نيمن كلكو وخلو متفلما دعوات قبرو أبتا لا إله إلا الله محمد رسول الله تبليخون إلى أمه. فأما الكلمة الأولى تقدمت مسكرنة شهادة أن لا إله إلا الله إذ بأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه لا معبود حق إلا الله عز وجل. حدث بقال بلكم دماني بلبوك أمن زلون كبلو دلو بلسان دماني بحقك ملخ زقبؤو يلن بجك حد الله مالتيا. لا إله خنول كلنا إله مالت مألوه مالتيو تملخو زخون كمالتيو، والتألوه كبال كل دماني التعبد تملخو تجزؤ مالتيو. والمعنى إذا لا إله إلا الله معنى ناتا أنه لا معبود حق إلا الله بحق زملخ بجك حد الله سبحانه وتعالى قال يلن مالتيا. وهذه الجملة مشتملة على نفي وإثبات. إذا كلمة زي لا إله إلا الله كلتا نقرد حزتيا من رققات من ساقن زلوايا. أما النفي انت تنتسق انت رألك فهو لا إله كتب لنك لخا تنتسق لخا مالتيو كل زمن لخ زخوني. وأما الإثبات ففي إلا الله تا إلا الله تبل دماني لفظ الجلالة الله تبل دلا بجك رب سبحانه وتعالى تزيكوين بحق زمن لخ كالي يلن تبل دماني نزي أدمان ترقاقز الله مالتي. والتقدير مباري إذا قال زي لا إله مالت لا إله حق إلا الله مالتي بحق إله بحق حق إنت زلو زم الله بجك حد الله يلن مالتي. فهو إقرار باللسان باللسانك ترقاقزه بعد أن آمن به القلب بالبخامس آمنوا باللسان كترقاقت أوليو بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل بحق أزم الله بجك حد الله كالي إلن مالتيو. وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله تعالى وحده ونفي العبادة عما سواه. أزد ماني انتاي حيزو زركبيو انتاي دتقال لي انتاي نادماني كل عبادة نا الله سبحانه ترحيزو خون كل عبادة نزي الله دماني من تساق مالتيو. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال الذي يريده كثير من الناس. إذا قال زي لا معبودة بحق بحق خنبلن كلنا نبزوح نقرات تساقم عدامت نخلو ملس تهبيا مالتيو مخنياتو قلي قلي انتايز بالكمتو يخول يوم لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله. لا إله إلا الله بجك حد الله كالي يلن إلكان تدعى بالكايا انتدعى ترقيم كايا قالوا تماني اللون ديوم بجك ربي عبادة زقبار اللون بجك الله كبلي خيليو. وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها عابدها
آلهة الله سبحانه وتعالى القرآن من آلهة إلوهم كمدمانتم دملخوهم نتم زقزقوهم من آلهة إلوهم الله سبحانه وتعالى أب سورة هود تايلو فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي كبل مالت تي يوم القيامة تكونت تكبيد زخونت انكور زخونت كونت هاتكمت انكولو اتهم دبلقوهم زنبورو عمالختي ولحنتي اي تقمو من يوم إلو آلهتهم إلو مالتيو وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر زي أدماني أبسورة الإسراء دماني مس الله سبحانه وتعالى كالي إله كالي أملخوت كي تحزيلو كمون أبسورة القصص ولا تدعو مع الله إلها آخر إلو مس رب سبحانه وتعالى كالي إله كي تتوعلو كمون أبسورة الكهف لن ندعو من دونه إلها إلهم بجك كان الله سبحانه وتعالى تزيكوينو نخالي أينم لخنين إلهم فكيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله مو إله زبهالو انكلو سني كمي إلنين أداني ني الله سبحانه وتعالى ترح نرقاقز انت دائلنا ويدماني تلا إله إلا الله بدي كلمة حق انت دائلنا وسيخنا لا مزي كنت أقسنت نحن آيات إشكال كبير خلما لتيو وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم كمودماني كلهم لوخات زتل أخو دماني نتهم هزبهم انتايم دبلوهم نيروم آلهات سلزنبورهم زقزوهم سلزنبورو انتايم بلوهم نيروم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بلوهم نيروم مالتهم إذن والجواب على هذا الإشكال نزخل لزي مالت إله انكلو سني لا إله إلا الله تبلد لكم كميلي نزبل مزا آيات زنترا التحيز ومتر أمس أمو اتمل سنتاي خون يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقا هو آلهة تباهيلهم تسميهم على اللو انتخونقين زوم آلهة زياتهم نحق زي كونه بحق زقبوهم زي كونه بحسوت وهابهم سيامي إمالتيو وليس لها من حق الألوهية شيء بحق دماني نحق زخوني أملخو دماني يبلو من مالتيو ويدل لذلك نزيز الرقاقس الناوين الله سبحانه وتعالى أبسورة لقمان تايلو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير إذن تحقي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى زفتسم نسيئو وأن ما يدعون من دونه نرب قدفك عبادة زقبروز اللوغن باطل إلو ربنا عز وجل كمون ربنا عز وجل بسورة النجم تايلو أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ديزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذن الله سبحانه وتعالى حقنا زي قبر لهم الله سبحانه وتعالى زي أززو بعلاتهم زمتسوه دعنبري حقنا زلو آلهة أيكونا مالت ولذلك بسورة يوسف انتايلو ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سخاتكم بعلخاتكم كومون عبتاتكم سمي وآلهة دائلكم منبري إذا بحق بقبو آلهة خنو زي قبو أم يمبل إذن فمعنى لا إله إلا الله كنبل إن كلنا أنت مالتي لا معبود حق إلا الله مالتي بحق زم الله بجك حد الله يلن مالتي فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدها ليست حقيقة تي كالي معبودات دلو آلي هاي لهم سميم وزلو تم بعلاتهم زمت وقن حق النت زلو أيكونن مالتي ألوهية باطلة بل الألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل تبحق زم الله لكن الله سبحانه وتعالى أما معنى شهادة أن محمد رسول الله
محمد رسول الله كنبلت كلنا دماني فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله إلى جميع الخلق من الجن والإنس تمحمد رسول الله تبلد ماني بالبخاز آمانو باللسان كادماني تمسكرولو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي لأخنا رب سبحانه وتعالى مخانم ناب كلهم دك سباتن أغاننتن كمتي ربنا عز وجل بسورة الأعراف زبولو قل نرسل عليه الصلاة والسلام بيلي خاتبه لهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم تا محمد رسول الله كتب لنا كل خادمة محمد بن عبد الله لأخنا ربي مخانوم مالتيو ومقتدى هذه الشهادة إذا محمد رسول الله دماني أبوشتا أنت تقالي لا أنت حيزا لا أنت دائل كادماني أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بتي النبي عليه الصلاة والسلام زنقورنا بخلو كتأمن وأن تمتثل أمره فيما أمر نتدى عززوة إزازات دماني نخلو حرائلك كتمئزز وأن تجتنب ما عنهنها وزجر كومو دماني كابتزخل كلو دماني كتكلكل وألا تعبد الله تعالى إلا بما شرع نرب سبحانه وتعالى كتكزاك الله خادماني بتامن قدي ناي رسول صلى الله عليه وسلم جيركا كتكزا مالتي ومقتدى هذه الشهادة أيضا إذا شهادة محمد رسول الله كالي أتقالي لا تزلى ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون نرسول صلى الله عليه وسلم ولحنت حق أنتي بلومن أب مخلاق مالتيو النبي صلى الله عليه وسلم أبزي كونزي أبزي د مالت دفوت سمو نجر يبلومن مالتيو أو حقا في العبادة كم دماني أب عباداون حق يبلومن رسول صلى الله عليه وسلم بل هو صلى الله عليه وسلم نبي محمد انتهم ترالك عبد لا يعبد باريئهم أي ملخون يوم ورسول لا يكذب حق أن يزخون الأخ دماني ديح السوي يوم ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله ننفسهم يخون نخالي وخنون تقمن قدعات بعلم زونن ويبلومن كم تربنا عز وجل بسورة الأنعام انتايلو قل بلومخا يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي أني ولحنت نقر زفلتوني علم الغيب يبلين زونونو نقراتوين يبلين أني نتيز وردن ملأختي نعود رح زختل يبلومخا تبهيلوم فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم باريائهم اتيد تعززو زفت سمو وقال تعالى ربنا عز وجل وين أبصرة الجن انتايلو قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إذن أنا قدعاتن تقمن زونونو يبلين نخبلون رب سبحانه وتعالى عزيزهم كومون ربنا عز وجل انتايلو بسورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم نتم آمن تزخونو أتنكاقن أبسارن دعنبر كالي زونونو نفسي يبليني لهم مالتهم فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كن بالكلنا نزكل زدق على ليه وبهذا المعنى تعلم كابزي معنى زي كابزي ترقوم زوين انتاي كن ردان نخل أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين عبادة ما نمس بزقبو يلن ولا رسول صلى الله عليه وسلم يخونو ولا بتحيد درجة أمكاب رسول صلى الله عليه وسلم زتحته انتخوني وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده عبادة بملؤه
بجي كان رب سبحانه وتعالى تزيكوينو نخالي أي فتسامنيو. ولذلك ربنا عز وجل بسورة الأنعام تايلو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن حقه صلى الله عليه وسلم اتي قبؤون مسالنا رسول صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه اتي كبرت زهب من رسول صلى الله عليه وسلم نتي كبرت نعتم كتحلو اللوم زلكا وأنه عبد الله ورسوله باريانا يربن لأخنا يربن يملكا كتمسكر اللوم صلوات الله وسلامه عليه بمبال نتحتو من لسوا مالتيو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.